هي كانت أخبارنا الثقافية نور، وعم ننتقل لمادتنا وفقرتنا التالية. ومن الطبيعي والضروري بالوقت ذاته أن يتضمن النشاط الثقافي المرافق لاحتفالية وزارة الثقافة تحت عنوان يوم لوعي الحياة، بمشاركة للهيئة العامة السورية للكتاب، الجهة الأبرز التي تمد ساحتنا الثقافية بخير جليس. لنحكي أكثر عن هالمشاركة بسرنا اليوم أنه يكون معنا ضمن صباحنا غير الأستاذ حسام الدين خضور، مدير مديرية الترجمة بالهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، شكرا لاستضافتكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. بالبداية خلينا نحكي عن مشاركتكم بيوم الثقافة لوزارة الثقافة. تعلمين أن الهيئة العامة السورية للكتاب هي مؤسسة وزارة الثقافة المعنية بإنتاج الكتاب ترجمة وتأليفا، ولكل أنواع القراء، لكل المهتمين بالكتاب. فهناك مجموعة من المديريات التي تسهم في إنتاج كتاب الهيئة العامة السورية للكتاب، منها مديرية التأليف، منها مديرية الترجمة، منشورات الطفل، بالإضافة إلى دوريات الهيئة التي تصدر عن الهيئة كمجلة المعرفة وجسور ثقافية وأسامة. وهذا يعني أن إنتاج الهيئة العامة السورية للكتاب مستمر، يغطي كل الحاجات المجتمعية من كل الأجيال وفي جميع الاختصاصات، حيث أن الكتاب الذي نقدمه يأخذ بعين الاعتبار الأدب بكل أنواعه بكل المدارس، إن كان على صعيد التأليف أو إن كان على صعيد الترجمة. فنحن حريصون على أن نقدم المعرفة بكل أشكالها الأدبية والعلمية والعلوم الإنسانية وغيرها. وأيضا مناسبة كهذه المناسبة، يوم الثقافة الذي طال أسبوعا وهو مهرجان ثقافي بكل ما الكلمة من معنى، كانت نافذتنا هي المعرض الذي أقيم في هذه الصالة، وهو معرض دائم. نعم. ومعرض يعني أي شخص بيدخل، ومعرض آخر أيضا في في مكتبة الأسد. وهذان المعرضان يقدمان أو يعرضان نتاج الهيئة العامة السورية للكتاب بعشرات العناوين الجديدة، بالإضافة إلى ما أنتجته الهيئة في السنوات السابقة. فالمعرض هو ما يقدم غلة السنة والسنوات السابقة والعناوين متنوعة في جميع ميادين المعرفة. نعم، يعني أستاذ حسام، أي شخص بيدخل على بهو دار الأوبرا بيكون معرض الكتاب موجود على يمينه، وبشكل دائم ومستمر عم يتواجد معرض الكتاب. اليوم شو أهم شيء عم يقدمه هالمعرض، إن كان من حسومات أو من عناوين جديدة عم يتم طرحها؟ عناوين جديدة، نعم، نتاج السنة والسنة الماضية. نعم. بالإضافة إلى التنوع في الكتاب، حيث أن هناك كتاب يلبي كل الحاجات. دخل السنة أيضا إلى لنقل باقة الكتاب الذي تقدمه الهيئة، الكتاب الناطق، وهو موجه لذوي احتجاجات حاجات خاصة. يضاف إلى ذلك أن كتابنا يتميز بأنه مدروس أولا، ثم مدروس من حيث قيمته المعرفية ومن حيث أيضا سعره. والمعرض أيضا يقدم حسومات إضافية. فالمعرض الذي نقطة مهمة، الحسومات اللي عم تقدمها الهيئة، نقطة مهمة الحسومات اللي عم تقدمها الهيئة، لأنه اليوم سعر الكتاب ما عم يكون بمتناول الجميع. لما نقدم حسومات للكتاب فأنت بتساعد على نشر القراءة، طبيعي. هذا يساعد من يرغب باقتناء الكتاب أن يشتريه، لأن سعر الكتاب على كثيرا ازداد كثيرا، وبالتالي الحسومات التي تقدمها الهيئة على كتبها يساعد القارئ في اقتناء الكتاب. وهاكي بيميز الهيئة العامة السورية للكتاب المعارض اللي بتقوم فيها، الحسومات اللي بتقدمها، أحيانا لأنه التكلفة عم تكون أكبر، يعني عم تقدموا حسومات
حسب التكلفة وأقل حتى من التكلفة. حقيقة الهيئة العامة السورية للكتاب تقدم كتابا مدعوما. نحن نخسر في كتبنا وهذه ليست خسارة. نحن نعمل على توصيل الكتاب وندرس القدرة الشرائية للقارئ. الغاية ليست الربح، الغاية هي توصيل الكتاب. الكتاب الورقي هو جزء من الجهد الذي تقوم به الهيئة العامة السورية للكتاب لتوصيله إلى القارئ، حيث أن الكتاب الورقي ثمت نسخة إلكترونية متوفرة على موقع الهيئة يمكن لكل قارئ أن يصل إليها مجانا، لكن الكتاب الورقي هو فقط للتعريف، هو الجزء لنقول الأضأل الذي نقدمه، لكن ما نحاول أن نقدمه لكل القراء داخل القطر في كل المناطق وفي العالم العربي أيضا. نعم، يعني من خلال النسخة الإلكترونية التي نقدمها من خلال موقعنا على الشابكة الإلكترونية. نعم، كمان عم تسعوا دايما أنه يكون في كتب مترجمة، وخاصة يعني بهالحرب اللي عم نمر فيها ومرت فيها بلدنا، عم يضل الفكر السوري عم يوصل للعالم عن طريق ترجمة الكتب. في الترجمة والتي تقوم بها مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب، نحاول أن نترجم ما ينتجه الآخر. نعم. من معرفة في جميع الميادين الأدبية والإنسانية والطبيعية، ولكل أيضا القراء من كل الأجيال من كل الأعمار. فالترجمة باتجاه واحد نقوم بها، ما يقدمه الآخر نحاول أن نتعرف عليه ونقدمه للقارئ المهتم والباحث وكل أنواع القراء لنقول ذلك. لكن أن نترجم إلى الآخر فهذه مسألة أخرى كلية. حقيقة الإعلام هو الذي يقوم بهذا الدور من خلال فضائياته ومن خلال برامجه التي تقدم للمتلقي في البلدان الأخرى، لكن الهيئة العامة السورية للكتاب حتى الآن لا تقوم بالترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى. هذه مسألة شديدة التعقيد، حيث أن الجهد منصب بشكل أساسي على ترجمة الآخر. معرفة الآخر هذه مهمة جليلة. بس مهم اليوم يترجم الكتاب السوري، يعني اليوم مهم يترجم الكتاب السوري في ظل الظروف اللي عم نعيشها، لا يمكن نوثق الحدث الموجود للآخر خارج بلادنا. يعني اليوم لما نترجم الكتاب السوري في ظل الظروف مهم كثير على الترجمة جميع الأصعدة. الترجمة لغة عالمية، كما نحن نرغب بأن نعرف الآخر، الآخر يسعى لمعرفتنا أيضا. هذه مهمته، وبقدر ما يكون لدينا شيء يهم الآخر يسعى الآخر إلى معرفته. بس لما يكون الآخر عم يقوم بحرب ضد الحضارة والفكر والثقافة السورية رح يكون موضوع مختلف. هذا جزء من القوى العدوانية التي تحاول أن تدمر الثقافة، ليس لدينا، إنما تدمر التواصل الثقافي بين شعوب العالم. لكن العالم مهتم كما نحن مهتمون بترجمة الآخر، الآخر أيضا مهتم بترجمتنا. وأيضا ثمة مسألة مدروسة في هذا الميدان، هو الاتفاقات الثقافية ما بين المؤسسات، وخاصة ما بين وزارة الثقافة ووزارات الثقافة في البلدان الأخرى، ومن خلال المؤسسات الأخرى كاتحاد الكتاب العرب ودور النشر المختلفة التي تقيم اتفاقيات فيما بينها لتبادل الترجمات. هذا الجهد ينصب هناك، إنما في الهيئة العامة السورية للكتاب نحن مهمتنا أن نترجم آداب وثقافات وعلوم الآخر ونقدمها للقارئ لدينا.
نعم. كمان يعني مثل ما ذكرنا انه الكتاب الالكتروني عم بيكون منتشر هلا بشكل كثير كبير، قديش اليوم عم تسعوا للترويج للكتب، والكتب اكيد الهامه اليوم عبر الكتاب الالكتروني، وخاصه هو اخذ حيز كثير كبير بوقتنا الحالي، يعني صرنا نحن الاسهل لنا والاقرب لنا انه نتوجه لكتاب الكتروني. الكتاب الالكتروني يتطور باستمرار. كتابنا الورقي منشور الكترونيا، لكن حقيقة للآن يمكنني أن أقول أننا مقصرون في ترويج هذا الكتاب، لأن المستقبل لهذا الكتاب، التطور يسير باتجاه الكتاب الإلكتروني وانتشار الإلكتروني، التطور بشكل سريع يعني وبشكل سريع أيضا، وهذا يوفر على البشرية كثيرا. تصوروا الاستثمارات التي تنفق من أجل الكتاب الورقي، غابات واسعة، مخازن كبيرة، مصانع كثيرة، استثمارات طائلة، كل كيميائيات تضر بالبيئة، كل هذا نصرفه على الكتاب الورقي، واختراع الكتاب الإلكتروني هذا سيوفر على البشرية كثيرا، وسيقدم أيضا الكتاب بشكل أفضل، حيث أنك على الشاشة يمكنك أن تتحكمي بالخط، بالخلفية، بالأشياء المرافقة، متوفر معنا بكل مكان، يوفر عليك كثيرا جهدا، وأيضا يقدمه لك بشكل فني أكثر جمالا، وهذا المستقبل لهذا الكتاب حقيقة. فيني اقتني مكتبة إلكترونية ضخمة يعني بجهاز صغير. صحيح. حقيقة. صحيح. نحن نعمل على أن نشجع الكتاب الإلكتروني، وسترون في المستقبل خطوات ملموسة في هذا المجال. كم كتاب إلكتروني كان منتج هذا العام للهيئة العامة السورية كل ما للهيئة؟ ننتجه ورقيا ننتجه إلكترونيا، وهو متوفر للقارئ في كل أنحاء العالم. جميل. من يقرأ بالعربية يمكنه أن يقرأ كتابنا المنتج ورقيا على الشاشة، موقع للهيئة، على موقع الهيئة. تماما. طيب خلينا نحكي بعد هذا المعرض لوزارة الثقافة، شو المعارض القادمة للهيئة، خصوصا أنه نحن عم نودع عام 2017، بدنا نستقبل عام 2018، يمكن في كثير من النشاطات والفعاليات عم تحضروا لها، في برنامج رح يكون ثمة مديرية مستقلة في الهيئة، هي تعرض ما تنتجه الهيئة، وهي تدرس على مدار السنة المعارض التي تقيمها بمناسبات مختلفة، ولديها أيضا معارضها الدائمة، بالإضافة إلى أن المراكز الثقافية بحد ذاتها هي معرض دائم لكتاب الهيئة السورية العامة للكتاب. نعم، يعني نحن نتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا كل شيء بيتعلق بالكتاب وسهولة توفره لأي شخص بيحتاج له، إن كان عن طريق الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الورقي، نحن نتمنى أنه يوصل. شكرا كثير للجهود اللي عم تبذلوها، وشكرا كثير لك أستاذ حسام الدين خضور، مدير مديرية الترجمة بالهيئة العامة السورية للكتاب. شكرا لاستضافتكم. شكرا كثير لك وللجهود الجبارة اللي عم تقوم فيها الهيئة العامة السورية للكتاب. شكرا كثير لكم.